ثم يقول السائل: ما هي النوافل وما أفضلها وما أفضل الذكر بعد القرآن الكريم؟ النوافل كثيرة، إن كان السائل يقصد الصلاة، نوافل الصلاة أفضلها صلاة الاستسقاء، هي أفضل أنواع التطوع. أفضلها الكسوف، صلاة الكسوف هي أكد صلوات التطوع، ثم صلاة الاستسقاء، ثم الوتر، ثم الرواتب التي مع الفرائض، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وكذلك صلاة الضحى، هذه من السنن المؤكدة، صلاة الضحى فيما بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في قبيل الظهر في كبد السماء، أقلها ركعتان وأكثرها ثماني ركعات، كل ركعتين بسلام. ثم بعد ذلك صلاة الليل، صلاة الليل لأن يصلي الإنسان ما تيسر له من الليل، خصوصا آخر الليل، ويختم صلاته بالوتر، هذه من آكد السنن. وما بعد ذلك فالسنن مطلقة، يصلي ويكثر من النوافل. نعم.